السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل درس حل المسائل اللفظية تتضمن الجمع والطرح جزء 2. طيب احنا كنا حلينا مع بعض، بس هنفتكر مع بعض الدرس بيتكلم عن ايه. هو بيتكلم عن مسائل لفظية، بس انا ممكن استخدم فيها الجمع ممكن استخدم فيها الطرح. طيب طبعا احنا بنستخدم الجمع او الطرح على حسب ايه؟ على حسب المسألة. طب هو هنا دلوقتي بيقول لي ايه؟ لدى حياة 6 تفاحات، ولدى ليلى 9 تفاحات، بكم يزيد عدد تفاحات ليلى عن عدد تفاحات حياة؟ طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هنجمع ولا هنطرح؟ ممتاز، هنطرح. هنقول 9 طرح 6 هتساوي ايه؟ ممتاز، هتساوي 3. يبقى لدى ليلى 3 تفاحات اكثر مما لدى ايه؟ حياة. ممتاز. طيب هنفتكر برضو مع بعض السؤال. هنا كان بيقول لي ايه؟ على الطاولة 17 كتاب، وعلى الرف 8 كتب، بكم يقل عدد الكتب على الرف عن العدد الكتب على الطاولة؟ احنا اتفقنا اننا مادام عندنا كلمة يقل، يبقى انا هتبقى هستخدم عملية ايه؟ هستخدم عملية طرح. يبقى انا هعمل ايه؟ هقول 17 طرح 8 تساوي كام؟ تساوي 9. ممتاز. طب هو هنا عطيني طريقة اسهل. احنا اتفقنا ان احنا بنعمل الطريقة الاسهل ازاي؟ ان انا بحط المجموع كله هنا. هو المجموع بتاعهم كام كله؟ 17، وهو بيقول لي على الرف 8، يبقى انا عايزة الكتب الاقل على الرف، يبقى انا مش عارفاها، يبقى انا هقول ايه؟ 17 طرح 8 هيساوي كام؟ 9. طب لو عايزه اتاكد من اجابتي هعمل ايه؟ هجمع بقى ال 8 وال 9، لو طلعت لي 17 يبقى انا صح، لو طلعت لي رقم تاني غير 17 يبقى انا كده اجابتي خطا. اتفقنا؟ طب سؤال هنا كده فكروا فيه مع بعض. بيقول ايه؟ قرأ راشد 5 كتب، وقرأ محمد بعض الكتب، قرأ كلاهما معا 11 كتابا، كم كتاب قرأ محمد؟ هو بيقول لي ايه؟ راشد قرأ 5، وقرأ محمد بعض الكتب. احنا مش عارفين هو قرأ كام، ولكن كلاهما يعني الاثنين معا قرأوا كام؟ 11. يبقى انا هقول ايه؟ برافو عليك، هقول 11 طرح 5 هتساوي كام؟ ممتاز، هتساوي 6. يبقى كم كتابا قرأ محمد؟ قرأ كام؟ قرأ 6 كتب. برافو عليكم. طيب هنا بيقول لي سؤال تاني. لدى سمير 13 فرشاة، ولدى حمد 6 فرش، بكم يقل عدد الفرش لدى حمد عما لدى سمير؟ اتفقنا ان هي عندنا بدام يقل، يبقى وانا مغمضة كده هستخدم عملية الايه؟ هستخدم عملية الطرح. 13 طرح 6 هتساوي كام؟ برافو عليكم، هتساوي 7. طب هنا بقى سؤال بيقول لي ايه؟ لدى مها 3 ملصقات حيوانات. نركز في السؤال هنا. اعطتها صديقتها 5 ملصقات اضافية، ثم اشترت 7 ملصقات اخرى، كم ملصقا اصبح لدى مها؟ الاول كان معاها 3، بعد كده اعطتها صديقتها 5، بعد كده اشترت 7، يبقى المجموع بتاعهم كله. اتفقنا ان انا بعدين عايزه المجموع كله، يبقى انا هستخدم عمليه الايه؟ ممتاز، هستخدم عمليه الجمع. يبقى انا هقول 3 زائد 5 زائد كام زائد 7. ممتاز، هتساوي كام؟ برافو عليكم، هتساوي 15. سؤال بيقول لي ايه؟ في صندوق 13 تفاحة، وفي كيس 8 تفاحات، كم تفاحة اكثر في الصندوق؟ يعني الصندوق هنا بيزيد بكم تفاحة عن الكيس؟ برافو عليكم، هستخدم عملية ايه؟ فكروا فيها كده. برافو عليكم، هقول 13 طرح 8 تساوي كام؟ ممتاز، تساوي 5.
يبقى الصندوق بيزيد عن الكيس بكم تفاحة؟ ممتاز، بخمس تفاحات. كده احنا خلصنا درسنا النهاردة، اشوفكم في الجزء الثالث الحصة اللي جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.